بيتس موسيماني قال في تصريحات عبر شبكة سيتي بريس الجنوب أفريقية أنه لم يحصل بيرسي تاو على فرصة كاملة في برايتون، حيث وضعه المدرب خارج خطته للموسم الجديد، وتحدثت معه في هذا التوقيت. ده هو بيتكلم عن إزاي ضم بيرسي تاو مع النادي الأهلي، وقال أنه بيرسي تاو زعلان من غيابه في النادي الأهلي، وقال أنه هو غياب موسيماني، وقال أنه هو يتمنى أن اللاعب يشارك الفترة اللي جاية في المباريات.